البيت زي ما انتوا شايفين. عملت لحالي زاوية من الحرام. إيش كتير بيسلي صح؟ أنا بروح لهاي الزاوية كل ما أحس إني حابة أكون لحالي. سلمى وهادي قريبين مني عشان إذا حسيت حالي تعبانة أو محتاجة حدا يحضني. هاي انتو هون؟ احنا هنا يا بسمة. ها؟ جوعتي ولا لسه؟ يعني هلأ بعد شوي بطلع آكل. انا لما اقعد هون بشعر بالأمان، بحس بالراحة. بتعرفوا انكم تقدروا كمان تعملوا زاوية مثلها عندكم؟ تقدروا تستخدموا حرام ومخدتين او تقدروا تستخدموا الكرسي اللي بتحبوه. هذا اشي كتير سهل. لما تعملوا مكانكم الخاص تقدروا تسموه زي ما بدكم. انا مكاني اسمه زاوية بسمة المميزة. واحيانا اذا كنت لسه حاسة اني متضايقة او مزعوجة بحكي لسلمى او لهادي عن شعوري، هما بيحضنوني وبنقعد مع بعض وبنحكي عن اي اشي، ومرات ما بنحكي ولا اشي بس بنقعد مع بعض. بسمة، شوربة العدس صارت جاهزة. ها؟ هيني جاي. شايفين؟ هادي موجود وبيساعدني وبيعمل لي شوربة كمان. وانتو كمان فكروا بحدا بتوثقوا فيه وبتحسوا بالراحة معه، وبكل مرة بتحسوا انكم متضايقين او مزعوجين او مو مرتاحين بتقدروا تحكوا معه. صدقوني دايما في حدا بيهتم فيكم. وبأوقات كتيرة لما تتذكروا انه هذا الحدا موجود وانكم مو لحالكم رح يتحسن شعوركم ورح تصيروا احسن. الاهتمام ببعضنا البعض. زوروا اهلنسمسم.org/الرعاية للمزيد من الفيديوهات ونشاطات ومعلومات لجميع العائلة.